اليوم على اللي ما يشبه لكش ما كيفك يحب ينجح يعيش ويفرح. حكيت واحد كيف الناس أكثر من الناس وأقل من الناس. نحكي لكم كيفاش الاختلاف في مجتمعنا ساعات يكون هو أكبر حاجز تواجهه في حياتك. أما في المقابل نحكي لكم زادة كيفاش رغم الاختلاف، رغم كل الصعوبات، كل النظرات اللي تسأل تستصغر ولا تتعالى، تحقيق حلمك أنت مرهون بيك وحدك. اختلافك مهما كان السبب متاعه ولو أعاق الآخرين مش سبب كافي لإعاقة حلمك. اليوم نحكي لكم حلمة تحققت بإرادة تصنع أكبر النجاحات. نحكي لكم على عزيمة ما يقف قدامها شيء. اليوم نحكي لكم على نجاح صنع في تونس. نحكي لكم على محمد أمين بن يوسف. تولد محمد أمين نهار 29 جوان 1980 في تونس. كان دادو يحب يلعب، مغروم بالقراية، غرام تأكد نهار اللي دخل المدرسة الابتدائية المنزه الخامس. أعوام محمد أمين الأولى تفرح قلب كل عائلة، نشاط، نجاح وحب للحياة. لكن اللي ما كانش يتوقع محمد أمين أنه باش يواجه صعوبات وهو في عمر 8 سنين كهو، وين بعد فحوصات يتم تشخيص مرض عضال لمحمد أمين يخليه مقعد. الأطباء تتوقع في عمره الباقي 6 أشهر فقط. في بلاصة أمين وعائلته برشا ناس تسلم، تفقد حتى الأمل في مستقبل واعد. لكن هذا ما كانش حال محمد أمين اللي برغم كل شيء قرر يعيش. قرر فعليا أنه يحارب من أجل البقاء. محمد أمين بن يوسف يقرر مش يقرأ كهو، يقرر يتفوق وكأنه يتحدى الظروف، يتحدى المرض، يخدم أنه يكمل الدروس في الأقسام المختلفة مع أصحابه. ما ينجمش يقرأ مع أصحابه لكنه مجبر يقرأ في الدار. أمين يصنع جدول خاص به، نسق يحترمه كل يوم في إتمام المناهج، وينجح في كل مرة في اجتياز الامتحانات ويتفوق. 1998 محمد أمين بن يوسف يباشر عام البكالوريا. المرة هذه كان مجبر أنه يلتحق بمقاعد الدراسة، ما ينجمش يعدي الباك ما غير يمشي للليسي. محمد أمين يقاوم، يمشي للمعهد، يتحامل على نفسه. لكن اللي ما كانش متوقعه أنه واحد من أساتذته يرفض تدريسه بسبب إعاقته. صدمة حقيقية أشعرت محمد أمين بالقهر، لكن بالرغم الشعور هذا ينجح محمد أمين، يتحصل على البكالوريا، يلتحق بصفوف الجامعة. عام بعد 1999 يبدأ محمد أمين دراسته الجامعية، يلقى روحه في فضاء جامعي غير مهيئ لاستقبال منهم على كرسي متحرك. لكن الوليد اللي معمر 8 سنين يتحدى كل الظروف المحيطة به، ما يسلمش، يمن أنه أكثر من أي وقت لازم يواصل ينجح ويتفوق. 2003 محمد أمين بن يوسف يتحصل على الأستاذية في القانون. عامين بعد 2005 ينجح في اجتياز امتحانات ماجستير قانون الأعمال. أشهر قليلا بعد يطلب محمد أمين أنه يدرس بالجامعة، بالرغم أنه مؤهلاته الأكاديمية تخول ذلك، إلا أن بعض الأساتذة ترفض. حجتهم الوحيدة محمد أمين غير مؤهل للتدريس بسبب إعاقته الجسدية. محمد أمين ولكن حط في قلبه، حط رغم اختلافه، وواجه مرة أخرى، تحدى نفسه قبل الجميع لمدة 11 عام، واصل الخدمة والأبحاث بدون انقطاع باش يتحصل نهار 30 أفريل 2016 على دكتوراه في القانون الدولي، موضوعها تكريس مصلحة الطفل الفضلة في القانون. محمد أمين بن يوسف اللي توقعوله الأطباء وهو صغير أنه عمره بعض الأشهر، أمين اللي واجه عدم تهيئة مقاعد الدراسة الحامل الإعاقة الجسدية، اللي رفضوا تدريسه في مرحلة ما لا لذنب اقترفه، إلا أنه مختلف، يثبت أنه الأحلام لصانعيها، النجاح لمن يثابر من أجله. برهن أنه وقوف الجميع أمامك في تحقيق هدفك غير كافي أنهم يحرموك من تحقيقه مهما علت أصوات المشككين. هذه حكاية محمد أمين بن يوسف، حكاية الأحلام اللي تتحقق، حكاية أمل صنع في تونس.